استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية بمطار القاهرة الدولي، السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها لمصر التي تمتد على مدار يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل السيد الرئيس تحياته للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة، معربا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة. من جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للسيد الرئيس، وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر،